أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تنظيم داعش الإرهابي سقط في سوريا بفضل الانتصارات العراقية، موضحا أنه يجري تنسيقه مع الحكومة السورية لضبط الحدود بين البلدين. وأكد العبادي عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية في العراق، مشددا على أن تحرير الحويجة وغرب الأنبار سيتم قريبا. وتستعد القوات العراقية المشتركة لشن عملية عسكرية لاستعادة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك المتنازع على تبعيتها بين بغداد وإقليم كردستان، الذي يستعد في 25 من الشهر الجاري لإجراء استفتاء على استقلاله عن العراق.